ايوه ممكن اتعرف عليك على اسمك؟ ماشي. عشوان نجار. اسمك مين؟ عشوان نجار. عشاي نجار. اه تمام. كيف حالك؟ كويس؟ انا كويس الحمد لله. الاخبار شنو؟ تمام. انت مسجل هنا في المفوضية هنا؟ انا مسجل هنا في المفوضية. انت جيت 200 سنة كم؟ جيت 2010. 2010 2010؟ طيب انت جيت قدمت في المفوضية ولا عملت شنو؟ جيت دخلت المفوضية يعني لغاية الآن لسه ما في حاجة. جيت مفوضية يعني ولسه ما عملوا لي أي حاجة لغاية الآن. يعني انت ياسين البطاقة اللبنية ولا أصفر؟ اللبنية غيرت 3 مرات. 3 مرات؟ وحوش تاني أغير يوم 8. يوم 8. طيب انت وقعت في العريضة اللي عنه يشيل الأجير من هنا يوديه في الدولة أخرى؟ اه وقعت فيه. وقعت؟ اه وقعت. تمام. طيب انا طبعا لما انت قلت عندك شكوى قدرت توصل المكتب بتاع الجنيه، انت عندك شكوى قدرت تقول شنو؟ ممكن تورينا الشكوى بتاعتك تقول شنو؟ ممكن تورينا مشكله شنو؟ ممكن تحكي لنا مشكله في الشكوى بتاعتك؟ انا مشكلتي يعني انا تعبانه من 12 سنه، انا شايل العيال براي وما في حد شايله معايا عيال، انا شايلهم براي. ولما اتعطلت في سنتين كان في وجع في رجلي ما قدرت اشتغلت مده سنتين. حتى انا اولادي ما قروا سنتين لغايه الان ما سجلتهم في المدرسه قاعدين. واخر مره مشيت اشتغلت مبيت وولدي اتعوق في راسه 5 شهور في راسه وجنام نام ده يوم الجمعه وجنام لغايه يوم السبت. انا جيت من الشغل لقيته اخوانه خطوا له بن في راسه وقعد بيه. لما جيت وديته المستشفى في الناس لبست وقفوا معي في الساعه ودينا المستشفى وغسلنا له راسه وعملوا عمليه. جينا قعدنا في البيت عملنا الشهر بقى كويس شويه وطلعونا من البيت اللي احنا فيها. جينا بيت تاني، البيت التاني دي جينا ما عملنا اسبوع مشى الشارع برضه مشى اتعوق اهو في رجله وفي يدينه ولغايه هسه هو راقد في البيت. الاور دي ناس منوها اور دي والله انا ما عارف، والله مش عارف دي الناس من مصريين سودانيين انا ما بعرف دي منو. طيب انت بعد انت لقيت دعوات مشيت اتصلت للناس من فوضية عمل لك شنو؟ انا ما هو كنت اتعوق مشيت المستشفى بتاع البطاريه مشوا خيروا لي يبدو 5 8 خيط وقال لهم يعني اي حاجه نعملوا لي بتاعنا اكثر من كده. لما مشيت لقيت الولد ده في الشارع حط رجله في كيس وكب الدم. انت مشيت برا ولا انت اتصلت ناس مفوضية؟ انا دقيت لهم التليفون. ناس مفوضية؟ ناس مفوضية ما ردوا تليفون. ما رد عليك. التاكسي شالنا تاني ودينا المستشفى بتاع الجيزه. وقد مشينا المستشفى الجيزه قال لنا الولد ده ما يتحرك من هنا وحندخله العمليه. قلت له انا اضرب لناس المفوضية. ضربت لناس البيستيك من الساعة 5 صباحا للساعة 9:30 ما في حد رد التلفون. الدكتور قال لي لغاية الساعة 10 الولد له لغاية الساعة 10 هيموت. انت تستفيدي شنو للولد ده معك؟ قلت انا ما عندي قرش. قال لي دارين 10,000. قلت انا ما عندي 10,000. قال لي خلاص احنا حندفع لك 6,000 من ما عندنا وتمشي الحلة تمشي تجيب لنا 6,000. دي ناس المستشفى؟ دي ناس المستشفى. فين في المستشفى دي؟ مستشفى الجيزة. قاموا دفعوا القروش دفعوا 6,000 ومضوني فيه حتى في الورقة. وخليته في العمليه. اضطرينا مدال بتاع الورق بتاع المدالة كده. وخليته وجيت الحله. هو دي؟ هاي مضيت فيه. هاي انا مضيت فيه قبل ما دفعت القروش. وجيت الحله جيت نبكي انا قاعد ابكي قاعد ابكي بدموع. لقيت واحده كده حن عليا قال لي خلاص انا حدين القروش ديل بربع. قام دينا القروش ده بربع 6,000. وديتهم المستشفى حتى ان كان وديتهم 5,000 و700. قالوا لي خلاص شالوا مني القروش وجيت البيت انا وولدي. كتب له علاج ب 10,000 ب 17 جنيه. انا ما قادر ادفعهم. جينا قعدنا ننام يوم الثاني جيت دفعت القروش جبت له علاج ب 700. ياهو بياخذ في علاج حقن اخذ له حقن ودواء. ياهو ثاني كل يوم بنمشي المقابله الدكتور ب 260 وبمشي بيعمل له نظافه ب 150 برضه ما في حد يوقف معي. وكده انا مشيت كلمتهم قالوا لي انت مشيت مستشفى خاص ما حنجيف معاك. وقدام منو قاعد ادفع له قروض بتاع العلاج؟ بتاع العلاج ده والله بنتي بس هي كانت اشتغلت ما بين وبنتي مشيت جاب القروش يا هو انا شغال بقروش العلاج. عم ناس مفوضية ما عملوا لي ما عملوا اي حاجه. وانا مشيت كرتاس قال لي امشي كرتاس بتاع العلاج. مشيت كرتاس بتاع العلاج قال لي ما عندنا اي حاجه ليك انت. جيت مشيت دي ناس كرتاس دي ناس كرتاس. جيت مشيت ما عندنا ليش قال ما عندنا اي حاجه ليك انت. ما في حد قال لك وديها مستشفى خاصة. قلت له يعني الجنة ده لو مات بقول لي ما في مستشفى خاصة الجنة ده هيموت. وانا الوالد انتوا مثلا خدتوا زيكم كده جناك يموت عشان كلام القروش. انا لازم اعمل مستحيل عشان ولدي ناخذ ولدي
قال لي خلاص انت كنا دفعت قروشي براكي ده ناس منو؟ ده الناس المفروض ده الناس الكرتاس ده ناس الكرتاس اه ايوه ناس البيست قالوا لي الكلام ده برضه مشيت مفوضيه ماشي ودوني بتاع الحمايه ناس الحمايه مشيت اتكلمت معاهم وشافوا الجرع وشافوا الاوراق وقال لي خلاص ان احنا هنديك نتيجه النتيجه لغايه الان ما جاني اي نتيجه طب اسال الولد المدور ممكن توريني مال الجرع واوره فين؟ اهو الولد معور اهو اول شيء يده هنا اول شيء يده اهو وتاني رجله اهو ورجله ده وارمة ما قادر يمشي بيه هسي وخمسه في الراس براو خمسه شاطور براو في الراس ما شايف ما شايف ولسه ما شايف ولسه الباقي طبعا فيه الشعر كان قايم يعني خمسه ضربه في الراس ولا غادي سنين قاعدين كده اهو ده كله ما ضربه ده كله ما حد ضربه ولا غادي السرير ده ما قادر يمشي بيه تمام الولد اسمه منو؟ اسمه دين ابو طب انت مشيت عملت المحضر ولا حاجه اللي عملت اللي انا ما انا مشيت عشان اعمل محضر قال لي تعمل محضر ازاي وانت ما عندك اغامه وطبعا انا عشان اعمل اغامه عنده مواعيد في مفوضي عشان اطلع الولد ده 12 سنه يعني انت مشيت في قسم مشيت القسم مشيت مشيت مرتين مشيت المره دي قال لي ما عندك اغامه ما حنعمل لك قسم ذاته قسم مشيت قسم بتاع عين شمس تمام هو اللي قال لي انا انت ما عندك اغامه قال لي ما عندك اغامه ما نعمل لك اي حاجه جيت رجعت مشيت مفوضيه كلمتهم الناس مفوضيه قال لي صحيح عندي مواعيد معانا وما عندك اغامه قلت لها ما عندي اغامه عشان عندي مواعيد معاكم عشان انا لما مشيت نجيب اغامه قالوا لي لازم الولد يفصلي في الملف اول ثم بعدين تعمل اغامه طيب والولد ده اسم بتاعه اسمه دين ابوك 18 سنه شكرا لك يا الاستاذه وانا نشوف الموضوع بتاعك ده وان شاء الله